القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 413 من دروس التفسير، ولا نزال مع سورة لقمان، والتفسير ينصرف اليوم إلى الآيات من الآية 10 إلى غاية الآية رقم 15. سيجد الآية هي مثل نفس السرسة في سورة لقمان سلاية 19 ألا مذ الآية في 15 الدرس رقم 413. خلق السماوات بغير عمد ترونها. في الآية ثقي بوسا إثم زورا ربغ دي سمسلاي في دلائل العظمة، دلائل العظمة. ربنا جل جلاله أحيانا يرشدنا إلى آياته المبثوثة في الكون في كوال يتوليها باش نوالي أين دي خلق ذي الدوني ثاقي مرة باش أثني السين وأثنى عظم وأثنى وحد وأثنى عبد أدين سبحان الله إجنوان أمشي إثني خلق ربي القاعيقي أن دان تسيدير نكني أمشي إثني خلق ربي إذورار أمشي إثني الزا إزاثن تيوسا قارثة وست إزاثن ذي القاعة وكل حاجة سعى المعناس سعى الوظيفينس سعى الدورينس إسفن لبحور لذيور أتسوالي ذات وحظظ إلا وان دلنت الآية في غير الشذن باش أن وحظ ربي ذو قوين دي خلق إلا وان دع أغي وله غل القرآن غل الآيات الآيات القرآنية الآيات القرآنية ذاكي سبحانه ربي سبحانه وينات خلق السماوات بغير عمد ترونها. ثورا نوالي الجامع يسعى لي بيلي اخام يسعى في جدا اخام نسوالي ثنت ولا مكارث في السقف بلا ولا يمن السكنة لو كان ديال السقف كنكا ولا شاشوت يطفن ذي المحال، ولكن ربي سبحانه من كل حاجة يخدم السباس إنت بغير عمد ترونها. من المفسرين من قال لا قوانين إلا وين زرنا العلماء الجاذبية كل أمور إلا وين زرنا راه خاطر كيني فغوث لا تمسني أنت خلقيث إمسناون أين السنن ورسين راه أين ورسين راه أكثر بين السنن ذين مدينة ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا ياجي أكرث قيمة مثل جردونيث قبل 50 سنة لو كان ياسي هناك يهضر في الانترنت في بورتابل في سي لا مشي هذا ولا شيء سي فراثين سي تعاشين مدن مراسلات يسد واستورا كل شيء تطور مذهل هو لكن اكني فغوث بض مسني ذي شويط وما اوتيتم من علم الا قليلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها هذه لا نراها بالعين المجرده ولكنها موجوده. هناك ما ادركه العلم مثلا في بخصوص الجاذبيه وما شابهها، ولكن ما يجهل العلم
أكثر مما يعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الرواسي إذورار يزثنا ربي ذي القاعة تحقيقا للتوازن، باش يكون التوازن ذي القاعة ربي سبحانه. ثقي من وظائف الجبال، من وظائف ذرار ذوى إناد أن تميد بكم فلا تضطرب هذه الأرض فتتوازن. وبث فيها من كل دابة، كل الدواب كلها من مخلوقات الله جل جلاله، ما نعلم وما لا نعلم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يرنا ربي خلقتني درني يرنا ياس الأرزاق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إفكاد ربي أمان، أمان ذي الحياة، رمز الحياة ذمان. ربي ناد في سورة الأنبياء الآية رقم 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء مدينة، كل شيء معنى بلا استثناء. أما ذا الإنسان ونزمير أن يثير مبلا أمان، عباداتنا بالماء، حياتنا بالماء. أما ذا الضيور، أما ذا الحيوان، أما ذا التجور، كل شيء يفنى ثمان. ذين مدينة وأنزلنا من السماء ماء، بعد مدينة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه الزوجية المبثوثة في الكون التي لا نحصيها عددا، الزوجية ثلا ثقي السنة من سنن الله في الخلق. قمذان أرقص تمطو ذي الحيوان ذكر ذنثى ذي عالم النبات في عالم السحاب في عالم الذرة. الأماكن دينار ربي في سورة ياسين الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ومما لا يعلمون إغر دينار ربي ومما لا يعلمون باش أنفهم باللي أي نسنني مذانا شويط أي نرسنرا ضطاس. ومما لا يعلمون سيظل الإعجاز القرآني قائما. ولي الآية 10 من سورة سورة لقمان تساوي الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض إلى آخره. تساوي الآية 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. القرآن يشرح بعضه بعضا. بعد شدنا ربي سبحانه هذا خلق الله، بعدما أرشدنا إلى بعض هذه المخلوقات ليرينا عظمته قال لنا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. رب دي قر هالثاني ندي خلق ربي لو كرياتور هاس ويكزمرنا ديني نغادي وري الخلق وايض. فأروني ماذا خلق الذين من دونه يون رزمير دي خلق ولا شيء. الخالق يون جل جلاله. بل الظالمون في ضلال مبين. الظالمون المشركون الكافرون وقادوا نستعرف را وقادا قيسميسنا ربي الظالمون. أنوالي بعد من وصايا لقمان لابنه مسينا إن الشرك لظلم عظيم. ذاك ربي ناد بل الظالمون في ضلال مبين. ضلال واضح مبين، لا شبهة للتوحيد ولا للإيمان، ضلال من أوله إلى آخره. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لي أن أشكر لله. لقمان حصل نقاش بين السادة العلماء هل هو نبي أو رجل صالح حكيم. الراجح طبعا هو أنه رجل
صالح حكيم ماشي ذي النبي ذمذان هما كاين غادي يحكي ربي فياض لارجاز يفكاس ربي الصواب يفكاس ربي الحكمة يفكاس ربي الميزان يفكاس ربي الإخلاص يفكاس ربي الإيمان يفكاس ربي الشغلاكي لقمان يرنا لا نبحث أين دينار ربي فيها حكمة بالمناسبة ما لم يذكره الله ولاش ديك الحواجرة والحواجرة من السهين ربي سبحانه يريد أن يصرف أذهاننا لا إلى معرفة الأشخاص ولكن إلى أخذ الدروس والعبر من الحوادث ننظر ماذا يحصل كما حصل مع سيدنا موسى وسيدنا الخضر في القصة المعروفة الطويلة في سورة الكهف ربي سبحانه يفكيس الحكمة والحكمة في حد ذات تساقيك فغاتي ديفقنا ربي الحكمة أراد الله أن يبرز لنا قيمة الحكمة هي المقصد الأساس وين ريسعون الحكمة وين ريسعون الميزان وين ريسعون الصواب وين ريسعون العقل ذي المعقول تساقيك فغربة ديني هاو تساقيك غير ينفع عندي الدنيا ما تغف تساقيك كل شيء يروح ونفنو الحضارة ونسقرز الشغال النار ونسيدير ذي لهنا ونخدم ثذامسة الاقتصاد ونفنو المجتمع والو 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 ولا شي قيح مثل الحكمة الله يبارك أي غير تسوغال المدن سامغارا زمني أمغار يجرفن يسعان الحكمة ربي ند ذي القرآن الكريم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سورة البقرة الآية 269 إذن سقيق لقات الوالي مليح ذيني ما ربي سبحانه ينادى ولقد آتينا لقمان الحكمة إلا كان نركز في الحكمة مو نركز في الحكمة أنت نادي لقمان ذي النبي نظر شوف وفي دينار ربي سبحانه بدأ وفي دينار يجفك الراجح لمن بحث أنه ليس نبيا ولكنه رجل صالح حكيم أنظر شو سوى الحكمة أنظر الدرر الجواهر ذا شو ثنت الوصايا النصايح أراد يفك لقمان إميس ولا إن كنياك ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ذاكي بالمناسبة في جميع الآيات عند ورش وقالون أن أشكر أنو يعني بضم النون أن أشكر ولكن عند حفص أني بالكسر أن أشكر لله فقي تكررت أيضا بهذه الطريقة شكر لله شكر ربي سبحانه ربي سبحانه عز وجل يوصى لقمان باش هذه زوال ذي حمض ربي يسيف كان الحكمة الحكمة ذي الرزق الحكمة فضل عظيم ذام قرآن في قرنك الرأي وريت نزو ذي السواق ولكن ونسعنا الراي هذيك الشب ديال السوق اللي سلكها قروس ولكن ما لو رسالة الراي نغيسا يير الراي ولا ما يسعى ذريم وري زميرة ديال الراي وري زميرة ديال الحكمة وري زميرة ديال في الركزة ياكل شوالا قلت سنو زونار ديال السواق ربي ناد يفكيس الحكمة إلى لقمان من بعد الناس تشكر ربي حمد ربي اهدي فكان الحكمه ذي النعمه ثم قران ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ثعنا ثلاثه ثعنا يا غياك اوين ريشكر انا ربي يحمديث الحقيقه ذنسعكس فايدين هو المستفيد من جهتين الاولى أن الله يديم عليه النعم يعني تدوم النعمة الثانية أن الله وعد بالزيادة لمن شكر وين يفكر بالنعمة يناد الحمد لله يستعرف فم زواروث استحرز ربي النعمة مني أي نعمة تزمرث حمد ربي أتدوم
يا اخي نسادك الجامع في دار النار الدنيا كل الحمد لله اطاسك فغان الظلم والزميرنا راه الظلم والزميرنا راه ادسن في دار ننسن سخام ربي الجامع نكوني تصدينا غافلين اي غار اخطر اضار نعمه مالوفه نول فيث من كران اللحو دغا اللحو انت نعمه كبيره الصوت قد يفغن ضم الزواقي سلان ذي زري توالين يكن نعم اي نحصى اي نور نحصي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها من حمد ربي شكريث النعمه غتدوم يرنا اتنرني بالزياده ولئن شكرتم لازيدنكم ذي دين ربي سبحانه ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد يا حسره الكفر كفران كفر مله وكفر نعمه كفر مله وين نستعرف راك ما يستعرفش كل تسمى نص ربي لا سنفي وين يفهم يروح هكا ديك السنت ياك يفق هذه هضر بلا عباديس الا الكفر النظام ذا شوث كفر النعمه يعني يونس ديفك ربي النعمه ويستعرف لها لا يعترف يولي يستعرف يسعى الوالدين ما شاء الله حرزان تربانت عقشانت جامع سيني يعطيكم الصحة على الوالدين نورمال سيني بلا المزيان وين من بعد ما إلا غيك ما سيعاونيثنا ولت ما ستعاونيثنا وريستعرف سيوان يعني لفذيك فرص النعم يا لطيف يا لطيف لذلك أخطر امتحان لنا جميعا هو هذا كيف هل نكون من الشاكرين أم نكون من الكافرين لنعم الله ذلك ربي ناد وقليل من عبادي الشكور ويناد وسيجزي الله الشاكرين مسألة مهمة جدا يلهب ندم أذي يحمد ربي في كل شيء ويغفر راس النعم ربي سبحانه خطر ثاني أمر آخر لا يجوز أن يرفل في نعم الله ولا يعترف بالمنعم جل جلاله يتمتع بالنعم وينسى المنعم غلط ماشي النعم يحرزيث انت يسفيدي السيسنت يسنفع يسنت ولكن وليث انت ديفكان ذا ربي سبحانه يتسوث خاطئ ولا قال ذي كفر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه هنا تبدأ النصائح والدرر والمواعظ الغالية نذكر اليوم بعضا منها وإذ قال لقمان لابنه لقمان ثورة يتساك الموعظة الوصايا النصايح إميس ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نحوجي ثنتيا كل وصايا أكن من لا أما كن دغوها ربي إي مولان أتوصي الدريا سن نعمكي سن نصائحكي إدينا لقمان وهو يعظه يا بني ثقي أيضا ذي القراءة نورش حفص يا بني ولكن حفص ورش الدوري السوسي شعبة قالون إخمسة أدقارا يا بني لا تشرك بالله ثم زواروث وسخد ما لا شريك يا ربي خاطر تسكيد الساس يزمر ذي ليوان يخدم كوين الهان يخدم الصلاح ولكن وريومين راس ربي يخدم اس الشريك يا ربي لا ثافيسا كيروح لا ثافيسا كيروح باش وريت تروح راه لا ثافيس ويلا قرا ديال الشريك يا ربي ايغا ثم زواروث الايه اللي تقارميه وكين قاريوك سوره الكهف الايه ثان قاروث فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربه أحدا. أخدم الصلاح ولكن خدمتي وذم ربي واستر غشري. فقل الآية 110 في سورة الأنعام الآية 162 ربنا تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذقي لقمان إن يسميس لا تشرك بالله، يعني وحد ربي وسخدم شريك. إن الشرك لظلم عظيم، ماشي شويط. ثقي يا مولان ما إلا يونس عمي سنغيليس ما شاء الله القراية الفهامة الترفقة الصلاح ميثام سالت أن ربو السنارة غاسيني حارزين مي إيدي تساوي الأرزاق عندي وليدي بسم الله ما شاء الله. ولكن وربي وربي تشوف غير روحك وليدك قايم بيك وكذا وكذا، خاطر كاين هذا النوع. ويبدعون في الإحسان إلى الوالدين بل في العمل الصالح، ولكن مشكلة كبيرة راهم حاصلين فيها لأن المشرك على خطر عظيم. لذلك لقمان الزوار إنس إن الشرك لظلم عظيم. أم بعد الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه، ولكن كان الآية كاين تشوفها الآية دينا ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، باش نزر مقام الوالدين مقام عالي. علاي أمكن الوالدين علاي مليح ربا دي قرميثو من نصر ربي الوالدين حذرث مباشرة. ووصينا الإنسان بوالديه والدين، أم بعد يركز في الأم حملته أمه وهنا على وهن، وطبعا من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله وفي رواية بحسن صحبتي قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. ترواكار للأم ثلاث أربعة، الأم هي التي حملت تيمت قرفن تاديست، الأم هي التي أنجبت، الأم هي التي أرضعت، وسميت سيم غريث عبوط قماس سميت وعار تاديستينس لو كان نتفهم سالتاكا نطور ديكس دينا كوين زرا ربي ذاكي ولها فقط باش نفتسو يرى القدر للوالدين القيمة للوالدين خاصة ثيمات إسين إسين أما ذي الأب أما ذي الأم ذي الآية نظم ربي الناد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أصغر كلمة يمكن أن تخرج من فم الإنسان ممنوعة. أولكم الزين إكزمرنا ديفا سجيمي بومذان مارسيني الوالدين الدريانسن خدم الثغاو سايقي نغاود ثاقي هذا سين أوف أوفاقي خفيف، ولكن ربي دي قال حذر أتيني أوال أوفاقي مولان أتزر ما إلا قام الزر ذا شو سواني مولان، ولكن ذا غرجو باش هذه الميزان ربي ذا غيوصل والدين في الدريا. إناد يوصيكم الله في أولادكم، أي غير باش هذه الميزان مولاش يزمر الحال اللاني مولان أدخذ من الباطل في الدريا الباطل يا ناس كذا الوالدين حذاري أدي خدم ذي سلع جو مدين تقاسيني حبس ربي وصاكن في الليل إيه، ولكن دا ربي وصاكن في الله سن ذا وقيد الميزان أي غردين ذي عصاة السلام اتقوا الله يهضر الوالدين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أقوذ ربي خذ مثل عذل يرد دريان ون ماشي واستفكم واستكسم وتحملم وتكرهم وثد قرفم وتسفعذم أما زوزا يا معزوز ماذا مقران تروي في الله خا طيب سمحتي أي مازوزا أي معزوزا ما عليش دي معزوزا مي
عيون في مولى نوال باش يخدم نار الباطل. عيون خاطر يزمر باباك هذا يغفل، خاطر شي طبيعي ما يحملك باباك بزاف على بالك. نقطة قد حوايج ساعتين باش تفهمها، ساعتين سي نورمال. خاطر ما إلا غنزوم يسعى 40 سنة، أمشطوح يسعى 15 سنة، ذا خليس أسي قارو تعيش شي غارة ذو مشطوح عيني عاشق ذو مقران إلا قد كومبونسيغ إلا قد رطرابيغ أسف تغلى الدوز ذا مقران. ثلا إن لوجيكا ثلا ثلا، ولكن الشرع دي قال الميزان. لذلك يحكى ربي ثم شوت سيدنا يوسف يحكي يا سيد باش نرى دار. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا لا عجب يا الميف غنت وعرف اسمينا يرث اسمين وعرنت يلا من بعد شو ذيك في مات حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أرنو يطلس يمس عامين عامين وهو أحسن يعني مدة الرضاعة عامين. ونصر جرى منظمة الصحة العالمية ألا مدفك تعليم لوزارة الصحة عبر العالم أسقر لك في يمثنا السطضنت السطضنت الدريان سنت تقيت فقط سي منظمة الصحة العالمية شحال يجي على كل حال الساعة وذن يعني يبقى سي 96 في لا كونفيرونس الى يبقى مغار يحضر ايون يغرد التعليم ياكي بغا ينتقد هنا يستقوس حوايج راه غنرجو الطب انا غنرجو منظمه الصحه العالميه نستي ما سات الصوت تضر ويسع عامين شوري ما فوضى من الساعه السبع الله ماهوش خاطي ولكن اقلا غادي زمان ذين الحصان. من بعد شو دينا ربي سبحانه ان اشكر لي ولوالديك ايضا في عند ورش وقالون أنو بضم النون ولكن عند حفص أن يشكر لي ولوالديك يعني حمد ربي تشكر الوالدين في زوج شكر ربي يخدف كان الوالدين شكر الوالدين يويثنا ربي القفري ذاك خدمني الهان وكل شيء يغال لله. من بعد شدينا ربي سبحانه إلي المصير أنو غالك سيدي ربي أما ذي مولانا أما ذي الدريا أما أنو غالك سيدي ربي. الآية الأخيرة الآية الأخيرة آية 15 وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. طبعا قد العلماء دينا نزلت في سعد بن أبي وقاص في ماسي مستنى وكفر محمد صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها خاطر بعد ذلك أسلمت وبعدين رفض وأبى القصة معروفة ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اي مولان ما الا حتمنك يعني بذل جهدا لحملك على ان تشرك بالله حبس اكني فغوي لا نسيت مساله مهمه مدينا ربي ووصينا الانسان بوالديه دائما الاحسان يكون متعلقا بإلى نقول لك أحسن إلى ماشي أحسن بي ولكن داك سبحان الله ربي سبحانه مدينا استخدم الباء الباء تفيد الإلصاق شو المعنى يسوع عندها دلالة عميقة معنى أنت تحسن إلى والديك التصق بهما خطر ممكن واحد يقول كان ندير الخير في الوالدين ولكن بلا انترميدير ندير لهم خدام شوفور خدامه عروسه والو معليش العروسه تخدم وكذا ولكن انت فهمت المساله كيف؟ اشاره لطيفه جدا في اللغه العربيه دائما كلمه الاحسان تلتصق بإلى كقول الشاعر مثلا احسن الى الناس ماشي احسن بالناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإنسان إحسانه ولكن ذاك مدينا ربي الباء من معاني الباء الإلصاق وإن جاهداك مولانا كي ما إلا فغنى السفغن ميسن غيليسن سكفريض ربي حبس أشو سينا
وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. ذاكي يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مع ذلك وسن قرار يرمسلاي أثن تجرحوظ نخاطي وصاحبهما في الدنيا معروفا. أكني الإحسان لا يتوقف والمصاحبة بالمعروف لا تتوقف. واتبع سبيل من أناب إليه. أذفع أبري بني أذفع أبري ربي بني ثوفان أبري المستقيم. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أكن من لن ولا رب سبحانه أما ذي مولان أما ذي الدريا أما الدريا من الدريا. ولكن رب سبحانه فأنبئكم بما كنتم تعملون. ذي الدنيث ثيكوال الدريا لان خمسان دريا سين قرزن ثلاثة يا لطيف يرنا ثيكوة تضي مولا حملا ثلاثة نيوارنا كني سيني مساكيث لخدم أين لقن يرنا يعد فلسن أين يعدان معني لقن حذر ربا دي قر حذر أدو غلمك ورغوري أين تخدم أتفهم أين تزرع أتفهم لا يجي شوفا لا يجي 15 شوفا ذي الله 105 يدي وسان دي صورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.